ممدوحي عيدك مبروك يا روحي. لا العيد عيدين يا لالا، شنو هي هذا؟ اللي العيد فرحه فرحه والعمر جديد. يا روحي محلاك وما بنك وما شبك ومحلى عينيك ومحلى روبتك. يا روحي شنو هي هالجمال هذا النطق؟ اسمعني يا روحي، توا ما دامنا وحدنا علاش ما نحلوش المشكله العالق؟ عزيزي نعرف اللي اليوم عيد واللي نحنا لازمنا نلقاو حل لمشكلتنا، اما احنا تو مانيش وحدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكون معانا؟ جنون معانا؟ اختي جاي تعيد علينا هيك، هي ورجلها يجري في الكهرباء. وهو كذلك. شنو علي وهو كذلك؟ معناتها انا فرحان للغايه. حسوبينا فرحانه في بالي باش نلقاو هكا حل لمشكلتنا نهار العيد. يا خي عم طبوا علينا. اسمعني يا روحي، انت علاش ما تسكرش في وجههم الباب؟ ممدوح لا نقصد نفرشوا لهم النوار ونتعرضوا لهم بالموسيقى. يا رسول الله، واحد عيد كبير عيد صغير ما ناظر بقلب، قد ما تحترمش روحك. بامبينو خلينا نبرعوا بيك يا معايد. يا زعل ودي وعايد بيك معايد. اي انا بامبينو انت. والله عندي مشكل انا. مشكل؟ ودي من المشكل بتاعك انا. هاك تشوف عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة انت تواما ما تقولي مشكل توا هكا توا تحب الحشمنا. لا مشكلة وقت. وقت؟ يودي في أي وقت لكن هذيك الوقت شنو تحكي عليه؟ الوقت صعيب. يا روحي يا عينين ممدوح، تو مشكلتنا محليناهاش والدار فارغة، علاش ما نحلوهاش والدار معبي؟ وانت كيما تعرف الولاد الصغار يجيبوا البركة راه. كيفاش؟ أنا نطلع الفوق نسترخي، نعيط لك وانت أخلط علي، وريت تليفوني يدي ينقص هكا نهز عليك، يا بنت تعرفش كيفاش؟ هو عندك، واش كان يطلب توتو؟ كي كان يطلب توتو، شو يهمك في الباقي؟ ليه يا ما الدار معبية؟ يا أخي هبلت. يا بنتي انت ما هبلتش. هبلت بربرا رجع لي خلطه عليك. خلطه ما نعرف، ضربوني في 100 دينار ما بان طبعين فيها رزاقي نعرفهم انا كلوشارات هذو. الحمد لله جيت قاري انا. يا رسول الله واحد ما يعرفوش يقولوا عنده حياه شخصيه في الدين طول عمري انا. ممدوح تو ركز معايا لحظة، هذه حاسبة يزمك توري لي انت يا ست. اي خويا ركز لها توا واعطيني. اي تو نقول لك الامور واضحة. والليلة عيد، الليلة عيد فرحة فرحة والعمر جديد والعمر جديد العمر جديد. واو 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 هكا ظهر لك يا روحي؟ ما بنكم حلاك انا معاش النجم هاو الاسد هكا.